ومن حالة الطقس مشاهدينا ننتقل إلى الشأن التركي، حيث قال سيد تورون نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري إن أردوغان يصر على مشروع قناة إسطنبول المائية وإرسال جنود إلى ليبيا للتعتيم على فشل حكومته الاقتصادية، وشدد على أن النظام الحاكم يسعى دائما لتغيير الأجندة السياسية من أجل التغطية على الأزمتين الاقتصادية والديمقراطية والتي تشهدها البلاد. وتابع مشروع قناة إسطنبول الكارثي والسيارة محلية الصنع المزعومة والمهاترات المستمرة بشأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا حيال لجأ إليها نظام أردوغان لإلهاء الشعب عن الأزمات الداخلية، لكنها لن تنطلي على أحد. للمزيد في هذا الشأن ينضم إلينا مصطفى صلاح الباحث في الشأن التركي. أستاذ مصطفى، أنا برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. يعني بداية، خلال هذا العام رأينا تصرفات من أردوغان بنشر قوات عسكرية، تدخل في شؤون البلدان العربية، الخوض في حروب بالوكالة إلى جانب تمويل ميليشيات إرهابية وغيرها. يعني هل ربما تركيا الآن تتحول من سياسة المهادئة إلى سياسة الصدام والانخراط فيما ليس من شأنها؟ أهلا بحضرتك وسهلا بمشاهدينا. يعني أعتقد أن منذ عام 2016 وبدأ ملامح جديدة تتجه إليها السياسة الخارجية التركية، بجانب طبعا السياسة الداخلية التي تقوم بالأساس على قمع المعارضة التي انتهجها أردوغان فيما يتعلق بتعديل النظام الرئاسي البرلماني إلى نظام رئاسي، أو فيما يتعلق بقمع المعارضة أو تعميم الحياة السياسية الداخلية أو تراجع في معدلات الاقتصاد التركي. هذا الأمر تجلى بصورة واضحة في الانتخابات البلدية التي شهدتها تركيا في يونيو 2018، والتي أفرزت حالة من الرفض الشعبي للسياسات التركية على المستوى الداخلي، وبالتالي اتجه أردوغان إلى عملية تدويل المشكلات الداخلية لصالح مشروع أو أجندته الخارجية المتعلقة بإعادة مفهوم أو ظهور مفهوم العثمانية الجديدة فيما يتعلق بالتدخل في الدول العربية، أو إلهاء الجانب التركي فيما يتعلق بالرأي العام الداخلي عن مشكلاته التي يتعرض لها فيما يتعلق بارتفاع مستويات في التضخم وانخفاض مستوى صرف الليرة التركية، أو فيما يتعلق بتراجع قيمة المشروعات التي كان أردوغان في السابق يتباهى بها أمام المجتمع التركي. وبالتالي انعكس ذلك على مسار حركة السياسة الخارجية التركية فيما يتعلق بالانخراط بصورة أكثر مما قبل في الأزمات الداخلية، سواء بإرسال جنود عسكريين أو بدعم جماعات دون مستوى الدول في العديد من الدول العربية، أو من خلال إظهار الوجه الحقيقي لتركيا فيما يتعلق ب يعني التخلي عن مفهوم العمق الاستراتيجي القائم على الأدوات أو القوى الناعمة التركية إلى مزيد من الحضور العسكري الميداني في الدول في تلك الدول. وبالتالي اعتقد ان هذه السياسات يعني يبدو انها سيد مصطفى تناسى الحقوق المشروعه لهذه الدول. اعتقد ان اردوغان في بعد 2011 وحاله الفراغ الاقليمي التي شهدتها المنطقه العربيه افرزت واقع سامحه لتركيا بامكانيه او فرصه ذهبيه لتركيا لايجاد موطئ قدم لها في الدول العربيه عن طريق دعم بعض الجماعات الإسلام السياسية المحسوبة على تركيا أو الجماعات الجهادية التي تمولها بالدعم المادي واللوجستي والعسكري. كل هذه يعني الظروف أفرزت فرصة كبيرة بالنسبة لتركيا للتدخل في تلك الدول دون مراعاة للسيادة أو أي اعتبارات داخلية فيما يتعلق بالتحديات الداخلية التي تواجهها تلك الدول. أعتقد أن هذا المشروع ظهر بصورة واضحة مع فكرة تخلي أردوغان عن يعني سياساته القائمة على مهادنة أو قائمة على صفر مشكلات إلى الانخراط بصورة أوضح في الداخل العربي، وخاصة أن مذكرة التفاهم التركية مع حكومة الوفاق أفرزت أو أوضحت بصورة جلية يعني ملامح السياسة الخارجية التركية التي باتت عليها الآن. فبعد أن كانت تركيا تبرر نشاطها في سوريا وفي العراق بأن هذه دول جوار جغرافي وهناك العديد من مهددات الأمن القومي بالنسبة لتركيا، أفرزت الاتفاقية التي وقعها مع حكومة فايز السراج حكومة الوفاق الوطني. يعني هذه الاتفاقية أيضا، وهو يعجل أيضا بجلسة البرلمان التركي للحصول على موافقة لإرسال هذه القوات التركية إلى ليبيا. يعني برأيك سيد مصطفى، ماذا يريد تحديدا أردوغان من ليبيا؟ ما هي أهدافه في الداخل الليبي؟ أعتقد أن أردوغان يعني يريد سمت عدة مؤشرات يريد أردوغان أن من خلالها ان يعني يوجد له موطئ قدم له، خاصه ان الدور التركي في ليبيا منذ عام 2011 ويشهد
ملامح تصاعديه، خاصه في ان خاصه ان الجانب الاقتصادي في تركيا فيما يتعلق بعدد الشركات التركيه المنخرطه في الداخل الليبي بلغت 20 شركه تركيه، وتمتلك العديد من الاستثمارات هناك. بجانب ذلك يريد اردوغان ان يشارك في عمليات اعاده الاعمار والاستحواذ على المشاريع الاقتصاديه فيما يتعلق بما بعد التسويه السياسيه في الجانب الليبي، او فيما يتعلق بامكانيه الحفاظ على نقاط عسكريه متقدمه خاصه في تهديد بعض الدول الاقليميه خاصه اليونان وقبرص ومصر بعد حاله التنسيق الجماعي ما بينهما من خلال منتدى غاز الشرق المتوسط بعد الاكتشافات الغاز، خاصه ان تركيا تعتمد في 90% من واردات الغاز على الجانب الروسي، وبالتالي هذا الامر بالنسبه لتركيا يعني مساحه اوسع ونقاط تاثير كبرى يمكن من خلالها المساومه على الكثير من الثروات المكتشفه في منطقه غاز الشرق المتوسط. اعتقد ان هذا بالنسبه لليبيا تعتبر مفتاح السيطره على الشمال الافريقي او بوابه رئيسيه للسيطره على الشمال الافريقي من خلال دعم بعض الجماعات او من خلال الاستحواذ الاقتصادي من خلال الشركات التركيه. هذا الامر بعد عام 2013 وخاصه ان مصر قطعت الطريق على السياسات التركيه فيما يتعلق بامكانيه الوصول الى العمق الافريقي، بدات تنتهك سياسات اخرى من خلال دول الجوار او من خلال دعم بعض الجماعات المحسوب عليها تمرير سياستها في كبوابة للداخل الأفريقي. طيب سيد مصطفى، جلسة البرلمان التي ربما ستعقد اليوم، توقعاتك لهذه الجلسة، هل سيحصل أردوغان على الموافقة؟ أعتقد أن الأمر يعني ليس هذه المرة الأولى من نوعها، ولكن ظهر الأمر بصورة واضحة عند المقاطعة الخليجية لقطر عندما أعلن أردوغان بأن البرلمان التركي وعجل بإصدار موافقة من جانب البرلمان على إرسال جنود عسكريين إلى قطر أو من خلال إنشاء قاعدة عسكرية في قطر بعد المقاطعة بأسبوع تقريبا، وهذا الأمر ظهر بصورة أيضا واضحة بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ما بين حكومة الوفاق والجانب التركي، لينم إن كان ينم على شيء فينم على أن النظام السياسي التركي أصبح الآن يعني في يد أردوغان يتحكم فيه وفق أهوائه. لا يعطي أي اهتمامات للأصوات المعارضة فيما يتعلق بانخراط تركيا في الشؤون الداخلية للدول أو توريط تركيا في مناطق صراعية أخرى، خاصة أن تركيا بالفعل متورطة في الكثير من المناطق الصراعية سواء في سوريا أو في العراق، الأمر الذي ينعكس بصورة سلبية على الوضع الداخلي. أعتقد أن البرلمان هناك حالة من المعارضة خاصة من جانب حزب الجيد وحزب الشعب الجمهوري فيما يتعلق بإرسال جنود أو انخراط تركيا في بؤر أو أزمات صراعية جديدة في منطقة الشرق الأوسط. نعم، الأستاذ مصطفى صلاح الباحث في الشأن التركي كنت معي هاتفيا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا هكذا نكون وصلنا لختام هذه الجولة من الآن، أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.